يا عم افتح ابوس ايدك ركز معايا شويه. دلوقتي انت كنت زميل الحاج حسنين الله يرحمه في دكانه الغوريه، بعدين هو ساب الشغل صح؟ ما تشوف بقى علوان، انا تعبت بقالي 3 ساعات قاعد ما طلعتش بكلمه واحده. يا عم احمد ما تصحصح معانا شويه. ايه اللي حصل بعد ما ساب الشغل؟ ومين؟ جدي. ربنا يديله الصحة يا سيدي. مات والله العظيم، الراجل مات الله يرحمه. مات، راح فين بعد ما ساب الشغل؟ هو ما سابش الشغل، الحاج اللي احنا كنا شغالين معاه كان راجل أمير أوي، اداله مبلغ كبير وقال له يروح يساعد بيه تاجر مديون هناك في سوق القماش. من ساعتها حسنين راح مشوار وما جاش تاني. عرفنا بعد كده انه اشترى الدكان من التاجر المديون ده، وناس قالوا انه خان الامانه، وبدل ما يرجع الحاجه لاصحابها استغل ضيقته واشترى منه المحل بنص ثمن نفسه. مين ده اللي خان الامانه؟ ما انت عارف جدي راجل بتاع ربنا وكان بيحب الخير للناس كلها، حتى لو الناس كلها قالت عليه كده، انت بقى تسد عليه الكلام ده؟ انا اعرف حسنين الشاب الصغير اللي لسه جاي من الصعيد بطوله، لكن انت بتكلمني عن جدك الراجل الكباره البركه اللي ربنا مديله الخير كله ومال وبنون. يعني حسنين ده غير حسنين ده. الله، هي فزوره ولا ايه يا عم احمد؟ لا فزوره ولا حاجه. حسنين اللي اعرفه الشاب الصغير الشقيان اللي عايز يعيش، بيغلط زي كل الناس ما بتغلط، الشيطان وغلبه في لحظه ضعف، بتحصل. مين عارف، يمكن لو كنت انا مكانه كنت غلطت زيه وضيعت الامانه. محدش معصوم يا ابني، احنا مش ملايكه. طب يا عم افتح، تعرف توصلني بالراجل المديون ده بيته فين؟ او حتى ولاده مكانهم فين؟ اعرف. انا صنع حبيت بنته بس ما جاش نصيبه، اتجوزتها يعني. اصل هو مات بقهرته على تجارته اللي راحت، وهي اتجوزت ابن عمها وماتت وهي بتولد، وسابت عيل صغير في الدنيا متلطم يا عيني في الشوارع مش لاقي حته يبات فيها. حلو قوي، الواد ده بقى الاقيه فين؟ انا سمعت انه بقى في دوه كبير قوي واسمه علوان. علوان انت عرفتني كويس، انا عمري ما اظلم حد ولا اكل حق حد، ربنا يعني ان شاء كده وارد لك حقك. وانا لسه عارفك النهارده يا طه، انت طول عمرك راجل مجدع وحقاني. بس انا علوان كان ليه عندك طلب. رقبتي يا ريت اللي سمعناه النهارده محدش يعرفه، احنا راجل ربنا ستر ودفن سره معاه، ما نجيش احنا نفضحه بعد ما مات. ولا يحصل ابدا يا طه، انك انت عايش وانتوا اهلي، اللي يمسكوا يمسني، حتى لو النصيب انتهى بيني وبينها لحد كده هنفضل طول عمرنا اهل اخوات، واخدمكم برقبتي كمان. هضل عشان برضه أنا عايزك تطمن خالص، سرك محفوظ ومتصان يا طه. تعيش قبل الوصول بالإذن يا طه.